وأشعر بمدى الحرج الذي فيه القيادة السياسية والكنيسة المصرية والشعب المصري والشعب المسيحي خاصة، لأن المحقق بات واضحا أن هذه الدولة هي أم المنطقة، وأن القضاء عليها هو نجاح في القضاء على المنطقة. واستحل دماء أبنائها الذئاب لكي يحاولوا أن يفرقوا بين أشقاء الوطن، لكي يشتتوا الشم، لكي يفرقوا الجمع. واحدة ونسيج واحد، ولن يستطيع إنسان أن يفرق ما جمعه الله سبحانه وتعالى. فنحن جسد واحد، ونقول لداعش ولغيرها كما قال الله تعالى: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. لن تستطيعوا بضرباتكم أو بذبحكم الهمجي الذي لا يذبح إلا الحيوان، نقول لهم لن تستطيعوا أن تفرقوا ولا أن تنالوا من هذا الشعب المصري. فنشكر قيادة الدولة والشعب المصري والجيش وقيادة الشرطة، ونحن نقول لهم نحن كعلماء الأزهر الشريف الخط الثالث بعد الجيش والشرطة، ومستعدون أن نفدي هذا الوطن بأرواحنا وبأولادنا جميعا. وهذا ما أقوله بصدق.